ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال في هذه النشرة تستعرضها لنا سارة نبيل. شكرا لكم مصطفى وهبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة والعمل لحل أي مشكلات للمستثمرين الحاليين. وخلال اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار، أكد مدبولي أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة في الفترة الماضية خاصة للمستثمرين الصناعيين، كما تم استعراض مقترح الإصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية وما يتضمنه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الوكالة، وعن تطلع الحكومة إلى التعاون الوثيق مع الوكالة خلال الأعوام المقبلة. كما أكد مدبولي اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به وكالة نيباد، والتي تمثل أولويات الرئاسة المصرية للوكالة وعلى رأسها حشد الموارد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم في عملية الربط القاري. تنطلق غدا بالقاهرة قمة مصر الأولى للحد من المخاطر تحت شعار نحو التغيير الفعال. تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البعد الاقتصادي على المجتمع، بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030. حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الايزو 27001 في نظام تأمين المعلومات في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي. هذا وتعد شهادة الايزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات المهمة. وقعت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بروتوكول تعاون مع منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي اندرايف. يهدف البروتوكول إلى تحقيق تكامل الجهود والتعاون المشترك بين الجهتين للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات وإقامة الندوات وإتاحة الفرص المختلفة للشركات الناشئة المصرية. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى هبة ومصطفى، إليكما. أشكرك سارة.